علي عليك يا ام احمد، ما تهنيتي على اكلك امبارح وانت عم تنقودي نقودي. معلش يا ام خالد، ما شفتي الكتاب شو عم يقول؟ لازم الواحد ما ياكل من قلبه. ايه بس هو اكل لشبه، ما خلى شي ما اكل منه، وعلى قولت شي ظريف شي ناهي. شي ظريف شي ناهي. لك هو ضيف واشتهى هالأكلة، بس أبو وصفي سلق لي بدني يسلقوا بدنه، صار يغمس لي أصابيعه العشرة. بس ألمينو بيك لسه بتقلي ألمينو بيك؟ لك قد ما حكيتوا عنه فكرته شي شغلة تارية مثل كل هالناس. وبيني وبينك إذا بشوفه بالطريق ما بيعبي عيني. الرجال مو بتيابه بأفعاله. لك ما شفتي شلون طلع هذا جهاز الكنترول مثل تبع الفيديو تحكم، يعني الفقاسة يعني. شفتوا؟ بس صحيح نسيت اسألي، ليش طالعوا؟ طالعوا وشغل السيارة من الشباك، عملها هيك فقاسة دارت. شغل السيارة؟ كيف؟ مثل ما بيشغلوا التلفزيون والفيديو. ام خالد الدنيا تغيرت، هلا كل شيء شغال على الفقس. كأني فهمت منه انه بده يبدا بالمشروع هذا عن قريب. ايه بده يبلش فيه على اول صيف، شهر ونص شهرين زمان يعني. طيب وانتو شو بدنا نحن؟ وين بدكم تسكنوا لبين ما يجهز بيتكم؟ انا لما قلت له لزكي بيك ألمينو هالشي قال لي ولا يهمك ام احمد، انتو نقوا البيت اللي بيناسبكم، انا بدفع لكم اجرته لبين ما تخلص الشقه تبعكم. بس شفت لك يا كثير اخذ وعطى مع ابو وصفي، شو القصه؟ لا جيبي لي سيرته، يخرب بيت قلبه شو سلال، دبق عليه فرطت بيئه وفات فيه مثل السوسه. بس ما شفتي كيف ألمينيو بيك كان عم يسألوا عن كل شارده وارده؟ ايه ما ترك بنايه بالحاره ما سأل عنها، مين مالكها؟ ومين مستأجرها؟ ومين ساكن فيها؟ يعني شو بدك يا عمين؟ عن شو بدهم يحكوا؟ عن الطبخ؟ على سيره الطبخ، شايفه مقظرفه هالشغله؟ لا طبخي لا انفخي. ما بشي طبخ ابو رشاد، مو حاكي شي ابدا. بس ما شفتي هالفوره اللي فورنا اياها؟ لو اتصل فينا بالتليفون واعطانا خبر انه بده يتاخر، ما كنت تعذبت وتشنططت ودخت سبع دوخات لوصلت لنهر عيشه؟ واخذ مني شوفير التاكسي هديك الحسبه. لك مو محرزه وطالعت حقها. كيف طالعت حقها؟ رح يشاركي؟ مين؟ ألمينيو بي. لك لا ما رح يشاركني، بس نصحني أنا وفرحان نشوف حدا نتشارك معه وأشر لي على أبو وصفي. أبو وصفي؟ إيه، وإذا تشاركته شو رح يستفيد ألمينيو بيك؟ لك فظاعة شو بتسألي أنتي؟ أهلين أبو وصفي. صباح الخير أم خالد. صباح النور. شو وين أم أحمد؟ لحظة، أم أحمد كلمي أبو وصفي. يسعدني هالصباح أم أحمد. خير يا طير، ليش جايين من عند على بكرة الصبح؟ قلت لحالي أنا إيش أشرب فنجان قهوة الصبح معي. خير سلامتك، شو بو وشك معكر؟ أنا وشي معكر؟ فوت تاها. يلا. تفضل أبو وصفي. أهلين. تفضل ارتاح. اوه ايه هون اريح لك. ايه لك وين ازعجتك ام احمد؟ شو الاولاد لساتهم نايمين؟ ايه بعدت محمد على المدرسه وسمر لساتها نايمه. ايه انا فايق الساعه 5 الصبح. الله يصلح حال ام وصفي، عامله مجدره بزيت من تحت دياتك، ولاني تغديت عندك هون امبارح ما قدرت ذوقها بس ضلت ببالي، والمساء ما صار لي نفس كثير للاكل. القشه والسجقات تقلت على معدتي، اكلت لي ثلاث اربع لقمات وما قدرت كفي. بتعرفي ان انا بعز المجدره معزي يا ام احمد، بتصدقيني شفتها بنومي وكانه حدا فيقني الصبح ولا دالي. رحت ركيد على الطنجره وسكبت لي صحن مجدره وطلعت شقفتين مخلل من تحت دياتك واللي يحبه قلبك، وموصفي شاطره بكبس المخلل واكلته وكدون ورجعت بدي نام. اني كنت احسن نام يا ام احمد. لا تتعبي، شبكي خير ان شاء الله، ليش ساكتي؟ لساتك بالمجدره، تركت لي دور لاحكي؟ بعدين يا منظوم، حدا بياكل مجدره وش الصبح؟ إيه لازم بعد اكله القشه تضل يومين ما يجي على بالك الاكل. بيقول المثل كل ما تشتهي نفسك. ايه مفهوم مفهوم. كيف لقيتي لي زكي بيك انزر ما هيك؟ شلون لقيتي لي العراضه؟ شي قبه.
لا أبها ولا شيء، ما كان بدها الهوبرة من فصعين الحارة. لك حدا أبو وصفي بيعمل عراضة ولاد صغار؟ وين أبو جناد وفرقته؟ وين السيف والترز؟ أنت شفتي يا أم أحمد الشغلة صارت بسرعة، دجدي دشتك العافية. هذا بدل ما تقولي كتر خيرك يا أبو وصفي بيض وش الحارة. لكن يا منظوم كل ما طلعت فيك على الغداء بتعمل حالك مو شايفني؟ أنا يا أم أحمد أنا؟ ليش أنت طلعتي فيي؟ لك ما صرت أزورك؟ إنه كنت تفهم علي؟ هلا أنت كنت عم تزوريني إلي؟ وأنا اللي افتكرت إنه صاير بعيونك عصبي. ها معناتها انتبهت. ليش صدر مني شي تقصير لا سمح الله؟ لا نقاصة، إنه شايف زكي بيك قلمينه وعم يكش بدنه كل ما غمست أصابيعك العشرة براس الخروف ونتفته وكمك غاطس لنصه بمرقة السجاد وعم ترشم لي العالم شمال ويمين. لا يا أم أحمد لا، هيك دايماً عم تطاريني غلطان وما عم أخلص معي. بلا منقود هي الأكلة ما بتتاكل بالشوكة والسكينة يلي حاطتي ليهن على الطاولة، ولسان الخروف بلا منقود ما بيسحب من الراس إلا جد. وبعدين مو أنا لحالي، مو أنا لحالي، لا زكي بيك قلبينه ذات نفسه شمر وأكل بإيده. إيه أكل بإيد واحدة مو بإيدتين وكمين. بعدين يا منظوم بتسفق لسان لحالك ما بتترك لحدا شيء، على القليل يضيف قلمينه بيك شقفة منه. إيه لا مالك حق بهالحكي، حلفت عليه 100 يمين وعظيم لياخده كله قبل ما حطه بصحني، وحلفت عليه 100 يمين وعظيم بعد ما حطيته بصحني لياخد نصه هو ما رضي. قلك يا هبل مشربحين بقى، قرف ابو وصفي قرف، هذا متعود غير عادات، ما بيحب الاكل تلمسه ايد انسان. ما سمعت شو حكى على الاكل ببلاد برا؟ حاجه بقى محمد لفي لي اياها بقى، زكي بيك قلمينه كان مبسوط كثير، طلع من هون مبسوط على 24 ايراد، وقال لي بالحرف الواحد انت نكته يا ابو وصفي وما بتخلي على القلب هم. وينك ابو خالد؟ عملي لنا فنجانين قهوه، خلينا نحكي لنا كلمتين على رواق. بونجور، عايز شيء امي ابي ماروس؟ سلامتك روحي، بس لا تطولي. لا بحاول، اورفار. عروس ابو سمر عروس. ميرسي يا ابو وصفي. شو قلت الهمه؟ شو بيعرفني؟ اورفار اورفار ابو خالد. الله معك روحي. هاي قهوة، قهوتك طيبة يا أم أحمد، سلم نياتك، مو مثل قهوة امبارح اللي عملتها أم خالد كلها مطحلة. أهلين أم خالد، شعني عم بذكرك بالخير، ها قهوتك ظريفة. اذكروا الديب وحضروا القضيب. صباح الخير. صباح الخير أبو وصلي. أهلين أم خالد. شو بلاقيك هون على بكير؟ جبتي كل الأغراض ما نسيتي شي؟ لك لك فكرة، مو كنا الساعة تتذكري شغلة وتنزلي تجيبيها؟ لا لا اطمني يا ابو احمد، كل اللي كتبته بالورقة جبته، هلا رح احطهم بالمطبخ. شو اعملكم فنجان قهوة تاني؟ المنيحة بدها مشاورة، كلك ذوق ابو خالد، اواب وينك نفسي بفنجان تاني. ايه ام احمد شو قلتي؟ لك شغلة لا بفهم فيها ولا انت بتفهم فيها، شلون بدنا نتشارك عليها؟ من هالناحية لا كلك فكرة، انا سألت ودقدست، شغلة اسهل من تأجير الارض وما ربحها كبيرة. وشلون لحقت الدقدس من مبارح لليوم؟ ما بدها شي، عملت جرد لكل اللي بعرفهم واللي ما بعرفهم وتشاورت معهم، لقيتها شغلة مناسبة كتير كتير. وينك ام احمد؟ انت بس اقنعي صهرك وهيك بتضبي تحت جناحك وما بيقعد يرفرف لبعيد. هالقرشين اللي معكم وقدهم مني انا، بنعمل شركة تأجير سيارات ململمة وكثيفة. يعني انت بطلت تشتغل بالبيوت والأراضي؟ كل شيء ولو شيء. وبصراحة بعد ما حكى زكي بيك قلمينه أنا خرطت بمشتي هالشغلة. وإنتي أم أحمد؟ أيوة هم فرحان صار لازم تتجوزوا بقى، مطت خطبتكم. لرستق أوضعنا مرت عمي. لك شو بدك ترستق فيها؟ بدل ما نلاقي بيت نستأجره منلاقي بيتين، يا بيت كبير. وإذا زبطت هالشركة هاي بتكون إجت على إيديها وإجريها. مزبوط يا مرت عمي، مزبوط ومعك حق، لتزبط قصة الشركة وبعدين لكل حادث حديث. ولا شو رأيك سمار؟ ليش أنا عاد حدا سألني رأيي فرحان؟ أنت مبرد قلبك. أنا؟ لكن أنا؟ ليك فرحان،
تتذكر بالاول ما كان لك سيري غير امتى بدون نتجوز يا سمور؟ بطلوا لي هالمناقره بقى، ارصي لك على بر انت الثاني. تفضلوا. يسلموا والدين يا ام خالد، الكبيب اللبني طيب كثير. صحتين وهنا. شفتي كيف عم يغير الحديث؟ وينك فرحان؟ إذا في موال براسك بدك تغني غني لي يا فهمني. مرت عمي أنا ما غيرت رأيي، إيه أنا بقدر أستغني عن سمار. مرت عمي لا تزبط قصة الشركة بالأول ولكل حادث حديث. وين بتحبي نسهر اليوم سمار؟ ولا بمحل، سوري، عندي بارتي ببيت رفيقتنا لميس. لميس؟ لميس حطتها أمها بالكيس وقالت لها تعي بيز بيز. تطيع سمار. حلوة. إيه معك أنا عيني. طيب لا دقيقة، مكتب الإنعاش الاقتصادي للشحن، مين عم يحكي عيني؟ شو اسمه عندك؟ هو وجيه إبراهيم. إيه معك أنا، بدي السيد وجيه إبراهيم اللوم أحمد تورز. إيه يا أخي هيك اسم الشركة، نحن هيك مسمينا مشان البركة. ايه من الشام عم بحكي لك، من وين؟ لك شو هالخطوط هي؟ الصوت ما عم ينسمع يا ام خالد. الو؟ مين السيد وجيه؟ ايه انا، هي بذاتها. شو صار معكم اخي؟ تاخرتوا علينا. شلون ما وصلوا؟ شبع الباخره؟ بفهمت. طاعت؟ العمى ضربك. باخره بتضيع؟ شو ما وصلوا؟ ما وصلوا؟ الو شو طمنيني يا محمد؟ لك خربطت الخطوط مع بعضها. الو نقطع الخط. لك شو هالفورة السيارات هي؟ ما وصلوا التليفونات منفعانه وفرحان رحلي على اللاذقية ولهلا ما رجع. وهداك ابو وصفي ملتهي لي بدوكرة المكتب، قال قاعد على ايد العمال وتارك لي السيارات مو معروفين بالبحر ولا بالبر. رجعت طبي اللاذقية مرة ثانية يا محمد. الو نحن طلبنا اللاذقية واجت ما لها واضحة والخط انقطع. معلش بدي اياها مستعجلة الله يرضى عليك. ايه فوري. لا مو بيت، مكتب. 34 391 الرقم عندي، سجل عندك. ام احمد تورز. مرحبا. مين حضرتك؟ ابو وصفي. ابو وصفي مو عنا. وينك شغلتي؟ وينها؟ مرحبا. عوافي. والله لا كان جاب الغلا. لك شو عامل بحالك؟ يعني لو ما حكيت ما كنت عرفتها. شو هالاستقبالك محمد؟ هاد بدل ما تقلي لي مبروك، شو فيني هيك مو احسن انا؟ لك وينك صار لك يومين غاطيت وتارك الشاعله من بقى؟ انا عم دكر لك المحل وتواضعه. لك ما عندك تليفون، ليش لا تعني؟ رفع السماعة وحاكيني واللي شو عم يصير معاه. يا شريكة إذا بتريدي أنا عم دحق دوكرة المحل وما عم دحق، ما معي وقت كثير وعم بعمل كل يوم 3 ساعات تدريب سواقة ورغم ذلك ما عم بتعلم. تقول يا ترى ليش؟ ليش وصلت السيارات لتتعلم سواقة؟ هدول السيارات كرستة الشغل، بدنا نترزق من وراهم، مو بدنا نعمل فيهم مشاوير. لا مو حلو بحق شريكي، بركي يحتاجنا نصف سيارة نزيح سيارة. شفتي بعمري خياط ما بيعرف يمسك الإبرة؟ هيك ما بيمشي الحال. انت داير لي على حل شعرك ابو وصفي وفرحان كل ما سألت عنه بيقولوا لي باللاذقية، يا بيقولوا لي بطرطوس، يا بيقولوا لي ببانياس. وهدول جماعة مكتب الانعاش الاقتصادي تبعات الشحن حيجيبوا لي الجلطة. لك كل ما دقيت لهم لأسأل عن السيارات بيقولوا لي حجة شكل. هدي اعصابك شركة، هدي اعصابك. شوفي ام خالد اعطيني غازوزتين الله يرضى عليكي. ليش تعبي حالك؟ شريكة خليكي بدنك وقيمتي. وانتو؟ ام احمد يلي له طباخ، ليش تزفر ايديه؟ انت عدي وتستتي والتفتي لواجباتك الثانية، وانا وفرحان منجيب لك الغلة على بارد المستري. لا ابو وصفي هذا موال جديد، مو هيك كان اتفاقنا بنوب، في اوراق بيناتنا وفي توقيع، وبمعرفتكم وبموافقتكم صرت انا المديرة، صح ولا لا؟ كلامك جواهر وبيصب بنفس المعنى. انت واجباتك بود فوري دمك وتغلي وتروحي وتجي، لا انت ما لازم تردي على التليفون حتى. في عندك الله يسلم لك اياها سكرتيرتك ام خالد، هي بتنظم كل هالشغلات. ابو وصفي كازوز ما في، جيب لك نص كافيه. ساوي له قهوه ساده، وانت هي مو من واجباتي ومن اول الطريق مو من اخره. وحدي الله شركه، خذي وحطيه.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللي فرحان وينه؟ لك حتى خطيبته ما عاد مر شافه. إذا شفته اليوم ببعث لك إياه، بس أنا حد علمي لساته باللاتية. بده يوصل اليوم هو والسيارات. ليش وصلوا السيارات؟ لك ليش جاي لعندك أنا؟ ليش؟ يا عيني أنا جاي لعندي مشان حتى طمنك وقول لك إنه السيارات وصلوا بالسلامة، وجاي قل لك خبر تاني كمان. وينهم هلا؟ شو هدو؟ السيارات؟ على الطريق شريكي حسب التولوكس. شو؟ التولوكس هذا يا شريكي مثل ما تقولي برقية. بقى التولوكس بيقول إنه سياراتنا بيكونوا عنا بعد ساعتين وربع على التمام. وليش لهلا اللي خبرتني؟ مو لحتى خلصت لك الموضوع الثاني. أنا موضوع؟ لقيت لك بيت بساحة عرنوز، مساحة 120 متر، مفروش ورخيص، وفي باليو. قديش أجرته؟ 10,000 ليرة بالشهر. أم خالد هاتي النسكافيه. ماشي يعني ما بتأخر لك فيهم، مع السلامة. أمي هدول الحرامات بدك إياهم تضبون يعني؟ هدول بناخذهم معنا. جديد بدي اخده على البيت الجديد. حطيهم هلا على جنب بنحتاجهم. ام احمد ضبيت الكاسات والفناجين بالكرتونه، وضبيت المالقي بالكرتونه الثانيه، وهدول وين بدي احطهم؟ ام خالد انا بدي الضروري، هدول ميلامينات ما بدي اياهم، خديهم. في الطناجر الالمينو كمان هدول خديهم، وفي صدر نحاس جوا اخده. لا هذا من ريحة أمي الله يرحمها، أعطتني إياه لما تجوزت، هو والطنجرتين النحاس. هدول حطي لي إياهم على جنب، وديري بالك ها ما ينتركوا بين الأغراض اللي بدي وزعهم. إيه على عيني أم أحمد. يا أمي هدول الأواعي ما وسعوا بشنطاي، ها بدنا وحدة تانية. إيه هلا بنبعت وبنشتري. أم خالد تعي وصلي على سوق الخجة اشتري لي مثل اي الشنطة اوام نفس القياس. يا ام احمد مو لخلص يلي بين ايدي. لا تركي من ايدك وسناولي لي الشنطة، خليني امن على الاواعي. يلا لغسل ايدي بس. امي هالبنات شو بدنا نساوي فيهم؟ شو بدنا نساوي فيهم يعني؟ لك بنتي ما عاد له لزوم هلا بنتحنن فيهم لشي حدا. قولي لفرحان شو نوى يعمل بأوضة النوم بعدين؟ قال نتصرف فيها مو عاجبته، بازارية. يضرب حظك، لك بنتي ما تهنيتي فيها. يلا معلش بكره بجيب لي أحسن منها، هو هيك قال لي. عيش يا قديش، شو صار معك أم خالد؟ أم أحمد أنا جاهزة. يلا خفيها بدهم يجوا ينقلوا الأغراض، معك مصاري؟ ما معي، تعي خدي طريقك بتمري لي على سوق الأروان. بتشوفي لي حدا يجي ياخذ الأغراض، بدي بيعهم بيع لأنه سكي هدول بكفوا قوام، روحي. شي اشياء لفي مع النقل ب 5,000 ليرة، شو قلتي؟ لك هالأوضة النوم جديدة، خلنج لساتها، مو نايمين عليها ولا ليلة. شوفي يا مدام، مضبوط هي جديدة خلنج، بس مو مضمون يلتقى لها راغب، الناس هالأيام بتفضل الشغلات القديمة. بعدين خشبها مو تقوى، خشبها مو زيادة مسويس. هلا لا تعمل لي اياها ديباجي، قلت لك هالكم كركوبة وغرفة النوم، شو بيشتغلوا معك؟ ما قلت لي الطاولة والكرسي معهم؟ لا، هدول لا تقرب عليهم، بقى قلي شو قلت؟ اختي، أوضة النوم بخمسة، والباقي هدول بخمسة، يعني 10، شو قلتي؟ ولا تنسي النقل علينا. لا تنسي النقل علينا، مخالك تعي، عذبناك ما بيشتغلوا معي، شوفي لي واحد تاني. طولي بالك يا مدام، نو بروبليم، الدنيا اخذ وعطا، منزيدن 1000 بيشتغل معك. اوضة النوم ب20 والباقي ب5، بيمشي معك؟ لا، هيك ما بيشتغل معي، تاخذي 15 بالكل ابعث صبيان يشيلوهن. بنقسم البيت ضرب النص، ب20، شو قلت؟ اختي، بدفع لك 18 بالكل،
عليم الله اني خسران. صحيح قط النوم جديده بس صنعتها مو منيحه. شو استبينا؟ قلت لك بعشرين. الله ييسر لك اختي، ما حتلاقي حدا يدفع لك اكثر مني. خافي. تعا تعا وامشي. اشتبينا. خالد يرضى عليك، هذا احمله منيح لانه مليان ازاز. اوعى تتفشكل بالبرطوشة الباب، لا تحطه مقرقز بالسياره. روح الله معك. بعدين على راسي خالتي ام احمد. على مهلك ابني. ان شاء الله نقله جاي لقصر يا ام احمد، مو لشقه مفروشه. عقبال عندك ام خالد. زكي بيك ألمينو قال لي بدي اشتري كل الحاره، جايك الدور. تسلم يا ام احمد. على كل حال هالشقه اللي استاجرتوها شرحه، مو حاكي شيء، بس بعيده شوي عن المكتب. لا مو بعيده، انا لازم اتمشى، مرتفع معي الكوليسترول. ام احمد ليش مو ناويه تسوقي لك سياره؟ طبعا ناويه، بس لا اتركن هالاسبوع، بدي اخذ دروس سواقه، تعلم منيح. خلصني عجل لك شوي. لا يا اخي يا اخي، هدول لا تاخذهم، هدول الاغراض اللي اعطيتيني اياهم محمد. مزبوط، اتركها هي، خود هي، ودير بالك انت نازل على الدرجات تتوقع من ايدك. روح. تكرمي خالتي. اتخلخل عظامك، قد جدي بتطلع. ام احمد بدك شيء؟ انا رايحه اساعدهم ضب الاغراض. ايه سمر هونيك مو؟ لا كان بالبيت، واذا بدكم شيء حاكوني لهوني. ماشي. طيب والبرادي ما بدك تفكيهم؟ ابقي فكيهم وخذيهم، حلال عليكي. يي الله يوفقك يا رب، الله يوفقك. يي نسينا البرواز تبع ابو احمد. ام خالي. نعم. البرواز مو حليان، ابقي فكيه وخذيه. وصورة ابو احمد؟ معلش بعتي لي اياها بخبيها للاولاد. روحي عجدي لي شوي. اوان لحقيني، ديري بالك على الاغراض. الله يرحمك يا ابو احمد. ايه ماما الله يرضى عليكي. انتبهيها مشان الاغراض. لك شوفي هلا بطريق الصالحيه انت الثانيه لاحقه. ام خالد قد ايه صار لها نازله من عندك؟ تاخرت. ها ليك اجي. مع السلامة ماما، حاكيني بعدين. ضبيتوا الاغراض ام خالي؟ ايه ام احمد، اللي قلتي لنا نفرده فردناه، والباقي تركناه مطبوب مثل ما قلتي. تمام. فرحان اجا بغيابي شي على البيت؟ اجا جاب فراريج ونزل. احكي الصدق ام خالي. يوه يا ام احمد، عم اقول لك نزل دغري. برافو عليكي. اساسا سمر بدها تنزل على طريق الصالحية تتفرج. ايه قالت لي. ايه وبعدين بترجع على البيت. تفضلي هي المفتاح. بتعرفي ام احمد؟ بعد ما نقلتوا الاغراض من البيت والله صار له وهرة. ما خفتي لحالي؟ بالعكس تمام، حاسة حالي لأول مرة مرتاحة من زمان، هيك فاضي، ما في إلا هالمكتب وهالكرسي. إيه ها هلا إجت هيئته. يا سلام، مو ترابيزة هون وكنباية هون وكلها كركبة بكركبة وكركبة مالها طعمة. بس صدقيني زعلت على بيعة هالعفش، أخده برخيص وبكره ببيعه بالغالي. يعني لو كان معي شوية مصاري كنت أخدته أنا وانتفعت فيه بداله. أوضة النوم بتشحي، كنت أخدتها لابني خالد. ليش ما قلتي من الأول؟ استحيت منك. أنت رح تسلمي البيت أم أحمد؟ يعني هاليومين ما بقي غير المكتب والكرسي، هدول نقلتهم سهلة معلومة. ليش رح تاخديهم معي؟ معلوم بدي اخذهم معي، هدول ضروريات. على وشهم شفت الرزقه انا. ام احمد ما رح تودعي جيران؟ انا ليش لحتى ودعهم؟ ما شفت حدا منهم اجى دق باب صقائي ليودعني، الاصول هن يجوا لعندي مو انا. روح دق عليهم الابواب وقول لهم تعوا تعوا ودعوني. ام احمد هلا قليلي، انا رح بجي لعندك على البيت لما على المكتب. تعي ام خالي تعي، خلي هدول معي. ما في لزوم، بعدين هدول كتار. لا مو كتار، ما بتعرفي الايام. ما جاوبتيني ام احمد. على ايش بدي جاوبك؟ اجي لعندك على البيت. لا ام خالي. لكن على المكتب؟ لا ولا على المكتب، ما بدي اعذبك معي انا، خليكي مرتاحه. بدي اجيب لفايه اجنبيه. صحيح ام احمد،
هلا شفت ابو وصفي بالحاره راكب سياره من السيارات اللي جايبينها لشركتكم وعم يسوقها. اتصل ابو وصفي وقال لي عم يعمل روداج للسيارات الجديده. كيف يعني؟ عم يمرنوها، عم يروضوها، يعني روداج، فهمتي؟ ايه فهمت، يلي بيعيش بيشوف. صحي كمان تذكرت ام احمد، ابنك احمد، ما عدتي ذكرتي. ايه الشغل نساني احمد. ايه يا زوي، ايه طيب اخي فهمت. ام بوزبل عزو لم ممكن ابدا، انا كلمة حكيتها ما بتراجع فيها، قلت لك نو 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 نو. مع السلامة. بتعرفي يا شريكي انه انا من زمان رايد اقعد على هالكرسي وعلى هالطاولة هي بالذات. ليش ابو وصفي؟ من طول عمرك عندك مكتب وكرسي والله كافيك. شو انا ام احمد؟ طول عمري بعرفك لبيبة وفهيبة وتقطيع وهي طايرة، فهلا ليش صايرة ما عم تفهمي علي؟ لك شو قصتك ابو وصفي؟ ليش عم تحكي بالالغاز؟ احكي لي شو القصة؟ ام خالد نشفان ريقي. ما بينعز عليك ابو وصفي، بس مو بقيان شي بالبيت. يعني لو فيها سقالة وتقل دم معلش ام خالد، نحن اخواتها بالعملية، لو تخطفي لي رجلك لتحت عند ابو محمود. شفتي هالضربات شو ساوى بدكانته؟ بعد ما كانت وسخة ومزفتة راح دهنها أبيض ودوكرها وعملها سوبر ماركت، وفي غير هيك راح غير إمبازه ولبس لي أفرنجي، أما طلع بها اللبس بيضحك تمام. يعني هو اللي غير محله وحلاسه بس. شو قصدك شريكي؟ أبو وصفي ليش ما عملت مثله انت؟ مو مغير بحالها؟ شركي نحن صحيح عملنا هيك، بس نحن غيرنا مصلحتنا كلها وعملنا هالشي لزوم الشغل. انت بلا منقود بيهون عليك يعني يجي واحد يستأجر سيارة نقابله بالأواعي العتيقة؟ ولا أنا غلطان أم أحمد؟ لك اسكت لك شوي أبو وصفي، شبك حاجة قر، من وقت قعدت انت ورا المكتب ما فات لسانك لحلقة، بعدين شو دخلنا بالعالم نحن؟ ليش هيك عينك ضيقة وحسود؟ لا يا شركي لا، أنا عيني ضيقة وحسود؟ إيه مالك علي يمين؟ أنا أول واحد دخلت لعنده وباركت له لأبو محمود، حتى بالعلامة اشتريت من عنده كازوزة وشربتها. إيه بخالد؟ ما بستاهل كازوزة أنا هلا؟ شو أم أحمد؟ إيه معلش، زلي جيبي كازوزتين وجيبي إليك وحدة كمان. حاضر. انا ادفتها لاعرف احكي لي كلمتين انا معك على رواق. ام خالد ام خالد اتركي الباب مفتوح. وينك ام خالد؟ جيبيهم علب، ها مو اناني. فهمتي علي شلون شريكي؟ لا ما فهمت. ماشي الحال ماشي الحال، لنرجع على ابو وصفي الدلال، الدلال القديم يعني بلا منقود اللي كان يدج كلامه دج، لكن هلا نحن صرنا شركاء بحق وحقيقي، يعني مصالحك بتهمني ومصلحتي انا كمان بتهمك، فهمتي علي بقى شلون شريكي؟ لا ما فهمت ابو وصفي. بقرب لك اياها اكثر. بتتذكري من شي كم شهر لما اجيت لعندك وبلا منقود قلت لك لنتشارك؟ لا ما تذكرت. ايام البيت وقت اللي تصررنا انا وياكي مشان نعطيه لابو ابراهيم قرشين وتشتري البيت ونرجع نبيعه. اتذكرت وقت اللي بعثت لك مشان اشتري البيت من ابو ابراهيم، بس ما كنت رايده بيعه. لما اتفقت علي انت وابو ابراهيم وبعتوه لألمينو بيك، بس الله طالعني من هالملعوب لبيت احسن. ايه لا شريكي لا، انا ما سويت عليك ملعوب ولا اتفقت مع ابو ابراهيم، قصدي انا قبلها قبل ما تربحي باليانصيب، يعني لما قلت لك على الشراكه الثانيه. مالي فهمانه عليك ابو وصفي. بالمختصر لما طلبت ايد خالد ما لقيتي تيجي الا هلا. صباح الخير معلم. صباح الخيرات، فوت بدي فوت، لا تستحي فوت. السياره جاهزه معلم. هاي معلمتك شريكتي ام احمد. على راسي هون واحد شوفيريه تبع شركتنا. ليش ملبسه ازرق؟ هذا اصول الشغل شريكي، رحت انا على الكرنك لقيت شوفيريه كلهم لابسين نطقومه هيك من هالشكل هاد، قمت انا كمان رحت على الحميديه اشتريت لهم نطقومه واشتريت لهم برانيط، هي البرانيط من بنات افكاري، صرت دافع هذيك الحزبه بجيبتي الخاصه، جاهزه للانطلاق شريكي؟
معلوم جاهزة. تفضل. ها خود المفتاح، بتسلمه لزكي بيك ألمينو، بتعطيه مو تتماهل تروح مأجر لي البيت يومين ثلاثة بسيك. ولو اليوم يصال الكرسي والمكتب بدي اياهم بالبيت المساء، فهمت ولا عيد؟ خلصنا شريكي خلصنا، اليوم كلهم بيصالوك الطاولة والكراسي على الحارق. يلا تفضلوا اعطيه الشدخ، احمل الشدخ مع المفتاح. هلا تفضلوا شرفوا. ام احمد طلعت حاجه بس.